أحسن الله إليكم. هذه السائلة من الرياض لها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: ما معنى حديث إنما يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم؟ وهل يجب في كل عمل يعمله الإنسان ولو كان بسيطا أن يستحضر النية في ذلك؟ النية في الأعمال وفي العبادات واجبة وهي شرط في صحتها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم ما فهمته السائلة، لأن الحديث وارد في العصاة الذين ينزل بهم العذاب ومعهم أناس من الصالحين، وينزل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى، فيصيب الصالحين ما أصاب الفاسقين لوجودهم معهم، ويبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم أي على صلاحهم، ولا يكونون في الآخرة ولا يكون حكمهم في الآخرة حكم هؤلاء المعذبين وهؤلاء العصاة. قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر فيهم الخبث. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن قوم يقصدون الكعبة، يعني يغزون الكعبة، يخسف بهم، و سئل صلى الله عليه وسلم عن من يكون معهم ممن ليس قصدهم كالرعاة ونحوهم، قال صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله يوم القيامة على نياتهم. ففي الدنيا يصيبهم ما أصاب القوم لوجودهم معهم، وهذا فيه التحذير من مخالطة الأشرار ومجالسة الفجار ومصاحبتهم، لأن لا يصيب الإنسان مثل ما أصابهم من العقوبة أو من الإثم الذي ينزل عليهم. وأما في الآخر فالله جل وعلا يجزي كل بحسب عمله وبحسب نيته. نعم.